أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها يا هان. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها، كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين؟ كيف قدرتي تقسى علي وتقوليلي ما تفي؟ آخر كلمة بفكر فيها شو بيشبهك تشرين؟ غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار؟ عغفلي بيشدي بدي حب سنين، بدي حب سنين، شو بيشبهك تشرين؟ ترارارارا قلبي معذب لكن بعده على حبك صادق بوعده، يعشق قلبك لكن بده يتأكد لمين. بتروحي الله يسهلك، بتضلي في قلبي محلك، لكن لازم ارجع قلك شو بيشبهك تشرين؟ غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار؟ عغفلي بيشدي بدي حب سنين، بدي حب سنين، شو بيشبهك انتي؟